تحمل الإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الجريمة النكراء، ولقد مثل استشهاد قاسم سليماني خسارة كبيرة لفلسطين والمقاومة. الخاسر الأكبر في هذه القضية الجانب الأمريكي والإسرائيلي والعربي المتعاون معهم. في الحقيقة أنها تظن أنها ستضعف برنامج المقاومة. برنامج المقاومة مستمر. الخطر الأكبر الذي يكمن في أمن إسرائيل في المنطقة أصبح هشا أمام قوة محور المقاومة بكافة أركانه. نقول أننا سنبقى الأوفياء مع هذا القائد الشهيد، وأن المقاومة وكل محور المقاومة في كل المنطقة سيكون وفيا لهذه الدماء. هذه جريمة منظمة ترتكبها الإدارة الأمريكية وتخدم أهداف نتنياهو في فرض السيطرة الأمريكية الإسرائيلية على المنطقة. محور المقاوم الذي يقف سدا منيعا اليوم في مواجهة هذه المخططات الأمريكية الصهيونية لن يتوقف، ولن يكون الشهيد سليماني هو آخر الشهداء في هذه المعركة. نعلم بأننا نواجه أمريكا الشيطان الأكبر، نواجه إسرائيل الغدة السرطانية القابعة في قلب الأمة الإسلامية. القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. أكرم الله قاسم سليماني بالشهادة. محور المقاومة لا ولن يتضرر بهذه الثلمة الذي أصابت حده، لأن الدم يطلب الدم والشهيد يحيي الملايين. هذا الناس من جانب الله سبحانه وتعالى أحد لازم ما يفرز هذا نسع الله سبحانه وتعالى مدد العلم معصومين سلام الله عليهم أجمعين. لازم كلنا نعرف هذا بداية الناس، إن شاء الله هذا بداية عملنا باتجاه إنقاذ الناس إن شاء الله، مو فقط ناسنا، كل الناس الموجودين في سوريا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله خير. الله يحفظكم إن شاء الله.